بالنسبه للاثمنه ديال الخضار هذا العام بزاف ولينا تنسمعوا شي اثمنه ما تليناش الشم نقدروا نوصلوا حتى الخضر نسولوه لدرجه مطيشه ولات 15 درهم بطاطا ولات 10 دراهم اضعف الايمان كتاخذها ب 8 درهم 9 درهم خزو كذلك الدنجال الفلفله يعني الخضره بصفه عامه بالنسبه للقدره الشرائيه ديال المواطن ما بقاش قادر من الاخر ما بقاش قادر يتقدى لانه الاثمنه ولات خياليه بالنسبه دابا تنهضر على حكم كنهضر على راسي انا كمواطن كنجي نبغي نتقدى 100 درهم ما بقاتش كافياني مثلا كيلو طماطيشه 15 درهم بطاطا 10 درهم 25 درهم كيلو كيلو خصك 80 درهم 100 درهم فين هو اللحم ديالو فين هي الخبز ديالو فين الا بغيتي تتغدى دابا خصك 200 درهم هذا اللي عنده اربعه ديال الاولاد خمسه ديال الاولاد راه ما تلاش قدر مازال يشري يدير مازال الكامله نهائيا هاد الاثمنه اللي ولاو تيديروا لنا هاد الناس بزاف علينا راه غنصبروا تنعياو غنصبروا تنعياو شي نهار غادي نتفرقعوا من الاخر انا كنهضر على راسي كمواطن باغي نتقدى انا ما تلاش كنقدر نوصل الخضر نهائيا يعني 200 درهم 150 درهم ما تلاش تدي لي حتى حاجه ديال المصروف ديال الكرا ديال يعني لي كوش زيد زيد خصك تولي انت كتصور واحد 7000 درهم 8000 درهم في الشهر حنا ما تليناش نصوروا حتى 3000 درهم 3000 درهم ما بقيناش كنصوروها في الشهر يعني مقارنه غتصور 3000 درهم وخصك في المصروف 6000 درهم 7000 درهم ما بين المواد الغذائيه وما بين الكرا والمصروف ديك خصك 7000 8000 درهم وكوا كعباد الله هادشي راه بزاف علينا شي كورونا اللي كانت كاع الازمه والله العظيم الا كنا عايشين بخير وعلى خير كانت المواد الغذائيه كلها في الثمن منخفض مقارنه مع هذا العام مع الاعوام اللي دازوا راه لا علاقه صاحبي والطماطيشه ولينا كنمشيو كاع حنا كنهربوا من الخضاره في يعني هذا اللي كيسقط ولينا كنهربوا منه تنمشيو للكرو ولينا تنلقاو مطيشه صندوق طماطيشه ب 350 درهم سوماش يعني 30 كيلو تاع الصندوق ما فيهش 30 كيلو 350 درهم راسهم 12 درهم ونص تقريبا و 13 درهم وحتى هذا الخضر اللي كيجي يسقط راه الله يكون في العوان راه تيدي غير 2 درهم درهم ونص الى اكثر 2 درهم ونص في الكيلو فيها مصروف فيها الكرا فيها الخدام فيها يعني بزاف كلشي غالي كلشي طالع للسماء عمرنا هذه الحياه ما عشناها بحال دابا انا سنين وانا كنتقدى ونصيب عمرني ما شم ازاق بحال هذا شنو واش حنا مش دوله فلاحيه على خيرنا كنمشي لافريقيا وافريقيا كتبعوا للجزائر شاد الولاده شاد البلاد هذه شاد البرلمان بدا اللي جالسين كتاخذوا الملايين وجالسين ما كيدواوش شكون اللي غيحامي علينا على الشعب المغربي هاد الاسباب عارفينها كلهم جات الحكومه الثمن دابا خويا طالع شي شويه اسعار طالع شويه على ود كيقول لك الفلوس غالي والماكله غاليه شويه الجفاف دار شي شويه ديال الزياده تا هو الناس ساكن على حساب جابهم كله واش تيدي كله علاش قاد من رابعة من سكيلو هاركا كيقولوا عيانة شي شوية مع الغلا مع راك عارف كل شي غلا دابا أي حاجة درتي لها تتلقى الناس كينقصوا دابا المصروف ديال الماكلة وتيزيدوا حوايج أخرين الدجاج دابا داير 22 درهم حي أنا بالنسبة لنا حنا كنفصلوا داكشي تنبيعوا كنزيدوا داكشي الكسور اللي كنقيو كنديروا الأثمنة دابا في الحوانت هنا 22 بالجمله تيدير 19 20 برا في السوق بالنسبه للسوق ديال الجمله ماشي الفيرمه هنا كل بيع وشري دابا كيزيد شي شويه راك عارف كل كيدي داكشي اللي غادي يعيش به ويا صعيب الثمن اللي كان ماشي هو دابا دابا جلبانه وكلشي غلا الاثمنه زادت الفول كنا نجيبوه بقدر ما بقاش كنا نجيبوه بالقوق حتى هو تزاد علينا جلبانه تزادت علينا هو ولدي هاد الشيء راه صعيب علينا ولدي الله يدير شتاويل وصافي هاد العام من اول عام هو بادي الغلا من اول عام اللي بدا هاد الشيء ملي بدات الجلبانه غاليه القوق بدا غالي الفول بدا غالي الثمن اللي كنا ناخذوا به ماشي هو هذا دابا اللي تناخذوا منه دابا فرق بيناتهم شي 8 دراهم ولا باش كنا ناخذوا الثمن اللي كنا ناخذوا به دابا تزاد علينا تنقي السلعه منقيه كنا نجيبوها بثمن شويه مرفق كانت تخلي لينا دابا ولينا نجيبوا السلعه غاليه ما كيبقاش لينا فيها بزاف هادشي اللي كنعرفو حنا راه زعما بزاف راه ماشي ثمن عالي احياء الشعبيه راه خصها يكون فيها هادشي رخيص هادشي راه تعدى الحدود الناس راه ما بقاش باش تعيش الحقيقه السردين ب 6000 ريال الشبكه والثمن حنا كنبيعو ب 360 ريال وب 360 ريال ما فيها والو اللي عنده الاولاد وغيدخل عنده 60 درهم 60 درهم ما كافياش النهار ولا 1000 ريال راه ما كافيش هادشي انا ما كنتقداش خضره نهار على نهار ونطيب نهار على نهار
انا كناكل غير الحوت، كنقلي السردين، ومره في السيمانه اللي كناكل المرقه والدجاج 100 ريال ديال الدجاج وكيلو ديال الخضره مخلط. مطيشه راه 280 ريال، الله يجعل البركه، غاليه على التفاح. البانه راه ب 1000 فرانك، التفاح ب 1000 فرانك، ومطيشه 280، راه اللهم هذا راه بزاف، راه بنادم ما كنقدروش حنا نخسروا الهضره ولا نقولوا زعما نهضروا بصراحه كاع، هذا الشيء راه الدرويش ما يقدرش عليه. أيوا ما كان بنا موظف راه هبط لعنا حنايا، حنا راه مولفين هاد لا ميزير، حنا راه مولفين ما عندناش. رانا الناس اللي كانت في الطبقة المتوسطة وهبطت لعنا، هما اللي غيحماقوا، أما حنا راه مولفين. ما نكذبوش على الله، الغلا كاين. عرف بنادم راسو يسير راسو شوية وصافي. إلا سيرتي راسك راه غادي شوية تفك راسك، أما إلا ما عرفتيش تسير راسك راه ما كاين لا فكة لا والو، راه تغرق. واللي عنده الأولاد الله ربي يكون معاه. وعزارة الناس عزارة ديال راسهم وراس غلبوا، أما مول الأولاد راه غيسطا غيحماق. العثمينة بطاطا طاحت شوية، مطيشة اللي باقا غالية، بصلة طاحت، ولكن الثمن ديال المطيشة دابا واصل بين 13 و 12، بطاطا ولات حتى ل 5 دراهم، البصلة حتى ل 5 دراهم 7 دراهم، يعني العثمينة بما بدات تطيح، واني المشكلة هو مطيشة، مطيشة اللي باقا غالية شوية، والمواطن مسكين ما عندوش القدرة الشرائية ضعيفة ديالو باش غيشري مطيشة ب 260. دابا البرد، دابا ما كاينش طياب، ضروري مطيشة ما غتكونش واجدة، والتصدير مطيشة تتصدر، داك الشيء علاش حنا مازال عندنا نوع واحد، ما كاينة عدة أنواع كتمشي لبرا ما كتدخلش، المواطن ما عندوش الإمكانيات باش يشريها. خص الحكومة دير حل لهادشي، المواطن راه تقهر بالغلا.